أشكر كل القائمين على المؤتمر على التنظيم الرائع والموضوعات الشيقة، وأحب طبعا أشكر على دعوتي وفرصة إن احنا شفنا كل زمايلنا اللي هم أساسا من أبناء يعني جامعة أسيوط. النهاردة أتكلم عن واحدة من الـ emergency situations اللي احنا ممكن تبقى مسد مننا، اللي هي الكاتاستروفيك أنتي فوسفوليبيد سيندروم. هنعرف how to diagnose this rare but yet fatal disorder, how to manage a case of catastrophic antiphospholipid, والجزء من وجهة نظري الأهم بعض الـ debatable situations اللي احنا بنقابلها بخصوص الـ antiphospholipid في الـ clinical practice وإيه latest recommendation about it. بداية للتذكرة، الـ antiphospholipid syndrome زي ما احنا عارفين ده autoimmune disorder بيبقى characterized by recurrent thromboembolic manifestations أو pregnancy complications with the presence of persistently positive antiphospholipid antibodies. الـ antiphospholipid antibodies مش بس بنستخدمها في الـ diagnosis، لكن هي ليها رول في الـ pathogenesis of the disease، لأن هي bind with الـ target cells وبتعمل لها activation زي الاندوثيليال سيلز اللي هي بتبقى lining الـ blood vessels، بتعمل increase expression of adhesion molecules and tissue factor production، بتعمل كمان adhesion للmonocytes and activation، وبتأدي للـ increase production of tissue factor، وكمان bind to الـ platelets بتأدي للـ increase production of glycoprotein 2B3A والـ thromboxane A2. كل الـ events دي بتأدي إلى thrombogenic state، وكمان بيبقى في a state of complement activation و interaction ما بين الـ coagulation regulatory proteins، وكل ده eventually بيأدي إلى الـ thrombosis. طيب clinically العيان هيبقى presented بإيه؟ يا إما بـ thrombosis، وناخد بالنا إن في عيان الـ antiphospholipid ممكن يجي بـ arterial thrombosis، ممكن يجي بـ venous thrombosis، أو حتى بـ small vessel thrombosis. يعني ممكن تلاقي العيان جاي لك بسريبرو فاسكولار ستروك، جاي لك بدي في تي، او مثلا ديجيتال اسكيميا او بريفرال فاسكولار ديزيز. في عندنا ايتم تاني اللي هو الاوبستريك انتي فوسفوليبيد، واحنا دايما في البراكتس بنسال بس على الريكرنت ابورشن، ان هو يبقى فيه 3 او مور كونسيكيوتيف ميسكارج بيفور ذا 10 ويكس اوف جستيشن. لكن في حاجات تانية ممكن تحصل مع الانتي فوسفوليبيد، ان هو يبقى فيه ان اكسبلايند ميسكارج بعد الـ 10 weeks of gestation. ده في morphologically normal fetus، يعني ما عندوش أي congenital anomaly. ممكن يحصل كمان preterm labor before the 34th week of gestation، لأنه بيحصل placental infarction و placental insufficiency. laboratory بقى بسحب الـ antiphospholipid antibodies اللي هم الـ lupus anticoagulant والـ anticardiolipin IgG و IgM والـ anti-beta 2 glycoprotein 1 antibody. في حاجات تانية ممكن تحصل ألاقيها لابوراتوري أو كلينيكال، بس دي not included في الـ classification criteria، فبسميها الـ non-criteria manifestations زي الـ thrombocytopenia، بس هي بتبقى mild to moderate thrombocytopenia never severe. الـ autoimmune hemolytic anemia، الـ livedo reticularis اللي ممكن أشوفها في السكن، الـ antiphospholipid nephropathy والـ cognitive dysfunction. الانتي فوسفوليبيد ممكن يبقى برايمري، يعني مش معاه اي اذر autoimmune disorder، لكن ممكن يبقى سكندري، واكتر ديزيز ارتبط بالانتي فوسفوليبيد هو السيستميك لوبس. حوالي 35% من حالات اللوبس بيكون عندهم سكندري انتي فوسفوليبيد سندروم، وعلشان كده في 2019 دي اخر كلاسيفيكيشن كرايتيريا للسيستميك لوبس، حطوا الانتي فوسفوليبيد انتي بوديز من ضمن الكلاسيفيكيشن كرايتيريا. فبالتالي من بداية ما أنا بشخص العيانة إن هي عندها سيستميك لوبس، أنا بعمل سكريننج للأنتي فوسفوليبيد أنتي بوديز، وبدي العيانة عليها سكور لو طلعت بوزيتيف. طيب إيه حكاية بقى الأنتي فوسفوليبيد الكاتاستروفيك أنتي فوسفوليبيد سيندروم؟ هو سيفير فورم من الأنتي فوسفوليبيد، بيحصل معاه مالتيبل أورجان ديسفانكشن في خلال شورت ديوريشن. طيب هل لازم العيان يكون عنده established diagnosis من الانتي فوسفوليبيد؟ لا، للاسف لقيوا ان 50% من حالات الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد بتيجي كانيشيال بريزنتيشن للانتي فوسفوليبيد سندروم.
فبالتالي العيان ممكن ما يكونش عنده اي باست ميديكال هيستوري فور انتي فوسفوليبيد. دي الكلاسيفيكيشن كرايتيريا اللي انا بشخص بيها الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد. زي ما قلنا بيحصل مالتيبل اورجان ديس فانكشن، يبقى 3 او مور اورجان او سيستم افكشن. قلنا انه بيحصل في شورت ديوريشن، يبقى less than a week. ممكن يبقى عندي بقى هيستوباثولوجيكال كونفيرميشن، ان انا اخد تيشو بايوبسي والاقي فيها الثرومبوزس والانفلاماتوري انفلتريت، واللابوراتوري ان انا الاقي البوزيتيف انتي فوسفوليبيد انتي بوديز. لو توفر عندي الاربعه كرايتيريا دول خلاص دي ديفينيت كيس اوف كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد. لكن احيانا ممكن مثلا يبقى ما عنديش 3 اورجان افكشن، يبقى اقل من كده، او الديوريشن تبقى اطول شويه في خلال 1 مانث. ممكن ما يكونش عندي الافيلابيليتي ان انا اعمل هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. فلو عندي 3 من الكرايتيريا دي او اقل بسميها بروبابل كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد، لكن ببدا اتعامل معاها برضو ان هي كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد سيندروم. طيب ايه اللي يخلي عيان اوريدي عنده انتي فوسفوليبيد سيندروم او حتى اندايجنوز يدخل في كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد؟ دي بنسميها التو هيت ثيوري. الفيرست هيت ان ده عيان اوريدي سسبتبل فور ثرومبوزس وبيتعرض بعد كده لثرومبوجينيك ايفنت هو التريجر المالتيبل ثرومبوزس والكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد اللي هي بنسميها السكند هيت. علشان كده وجود بريسيبيتيتنج فاكتور بيبقى حاجه بروميننت في حالات الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد. بنلاقي العيان بيحصل له مثلا انفكشن او عمل سيرجري، لو هو ماشي على انتي كواجوليشن وقف العلاج فبدا يدخل في كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد، الاوبستريك كومبليكيشن او الماليجنسي، ومن بعدها بدات الكلينيكال ايفنتس بتاعه الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد، عشان دي حاجه مهمه في المانجمنت بتاعه البيشنت. في بعض الدياجنوستيك تشالنجز ممكن الحاله ما تبقاش ستريت فورورد، ان انا ممكن الاقي فولس بوزيتيف انتي فوسفوليبيد انتي بوديز في بعض الكونديشن اللي هي ممكن تشبه الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد زي الانفكشن او السبسيس او العيان اللي هو على انتي كواجوليشن، بس هلاقي التتر بتاعها قليل. الحاجه الثانيه ان ممكن الحاله تبقى ماشيه ابانتلي ان هي كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد والاقي الانتي بوديز نيجاتيف، فده ممكن لان بيحصل كونسامشن للانتي بوديز، فبرضه في الحاله دي اي دونت اكسكلود الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد. كمان الفيتشرز اللي احنا قلناها بتاعه الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد ممكن تشبه اذر كونديشنز، اهمها الثرومبوتيك مايكرو انجيوبيسيس، والزملاء تفضلوا بشرح حاجات كتير منها زي التي تي بي، الهيموليتيك يوريميك سندروم، الهيت، الهيلب. فانا بعتمد على الباست ميديكال هيستوري والكلينيكال ايفنتس اللي سبقت الاحداث بتاعتي. وجود الشيستوسايتس في البلاد فيلم بيبقى بروميننت في حالات زي مثلا التي تي بي والتايب اوف انتي بوديز اللي بتبقى موجوده. الكلينيكال بيكتشر بتعتمد على حاجتين، زي ما قلنا ان هو بيحصل مالتيبل ثرومبوزس فبيحصل اورجان اسكيميا وبالتالي بيحصل اورجان ديسفانكشن، لكن ما ننساش ان هو في النهايه اوتو اميون ديس اوردر فبيحصل ريليز للارج اماونت من السيتوكاينز فبتعمل لي سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. عندنا الكدني هي اكتر اورجان بيبقى افكتد في الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد بنسبه 74% من الحالات، يليها السي ان اس بنسبه 56% والبلمونري افكشن 55%، الكاردياك 53% والسكن بنسبه 45%. اقل سيستم بيبقى افكتد هو الجي اي تي. الكيدني افكشن في صوره رينال انسفشنسي، العيان بيجي باكيوت رينال فيلير، يجي بروتينوريا ممكن توصل للنفروتيك رينج، هيماتوريا وهايبرتنشن، طبعا كله ده في خلال قلنا شورت ديوريشن. الاقي العيان ممكن يحصل له بالمونري امبوليزم او بالمونري هيموريج، العيان عندي بيحصل له سيريبرو فاسكولار ستروك فبيجي بفيتس او انكفالوباسي واب تو كوما، العيان ممكن يجي بمايوكارديال انفاركشن وهارت فيلير بسبب الثرومبوزس. في السكن قلنا ممكن يحصل لفيدو ريتيكولاريز، لكن في السيفير كيزز ممكن يحصل سكن نكروزس اند ديجيتال اسكيميا، ودي حاله كاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد. شايفين السيفير ديجيتال اسكيميا في الابر واللور لمبس، وكمان عندنا في الريتينال فيزل اوكيولوجن
حصل هيموريج وبدأ يحصل ريتينوباسي وديسكين بايوبسي شوينج الثرومبوزس والانفلاماتوري انفلتريت حواليه. طيب بالنسبة للمانجمنت احنا سترونج اندبندنت، يعني هنعمل كده بيننا وبين نفسنا، بس هنجري بعد كده على الاي سي يو علشان العيان ده كريتيكال ولازم تو انشور الهيمودايناميك والفنتيلاتوري سبورت. في البداية لازم اتعرف على البريسيبيتينج فاكتور زي ما قلنا علشان اكسر الفيشوال سيركل من الثرومبوزس، لو هو انفكشن مثلا هدي برود سبيكترم انتي بايوتكس اند واتس ايفر. طيب الحاجة التانية بقى السبيسيفيك تريتمنت، انا بدي التريبل ثيرابي على طول، مش بستنى ان انا ادي وان لاين واشوفه هينفع ولا لا، لان لقيوا ان ده بيحسن السيرفايفل بنسبة 45% عن ان انا اجرب سنجل لاين. ايه التريبل ثيرابي اللي انا بديه؟ بدي انتي كواجوليشن، هاي دوز من الستيرويدز بلس ثيرابي ستيرويد، بعمل بقى بلازما اكستشينج او بلازما فريسز، لو مش افيلابل بدي اي في اي جي لحد ما اعمل بريباريشن للبلازما اكستشينج. في الحالات اللي هي سكندري مع السيستميك لوبس لقيوا ان السايكلوفوسفامايد كمان بيبقى بينيفيشيال في علاج الحالات الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد. الهيبرين هو الباك بون فور تريتمنت، لان هو طبعا بيمنع الفورميشن اوف اذر بلاد كلوتس، بيعمل بريك داون للاوريدي فورمد بلاد كواجوليشن، ولقيوا ان ليه انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، بيمنع البايندنج بتاع الانتي بوديز مع التارجت سيلز. وده السكيم اللي هو اتكلمنا عليه سواء الديفينيت او البروبابل كيس من الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد، اتعرف على البريسيبيتيتنج فاكتور واحاول اعالجه، ادي انتي كواجوليشن واي في كورتيكوستيرويدز، ولو العينه سيستميك لوبس بديها سايكلوفوسفامايد وبعمل بلازما اكستشينج. الريفراكتوري بقى كيسز اللي انا اديتها الثري لاينز دي ولقيت ان هي لسه في اون جوينج organ dysfunction، ممكن ادي بي سيل ديبليشن انهيبيشن زي الريتوكسيماب، او احنا قلنا بيبقى فيه كومبلمنت اكتيفيشن فممكن ادي كومبلمنت انهيبيشن بالاكيولوزوماب، لكن طبعا عشان الحالات اللي اتجربت فيها الحاجات دي قليله فبتبقى كلها عباره عن كيس ريبورتس. في حاجات تاني اندر ترايل بس لسه محتاجه مور ريسيرش علشان تو بروف الافيكاسي والسيفتي اوف ذيس دراج، زي الديفبروتايد اللي هو ادينوسين ريسبتور اجونست فبيعمل كبروتكشن للاندوثيليوم، والكو انزيم كيوتن زي اليوبيكوينول ده اوريدي استخدم في عينين الكروناري ارتري ديزيز على اساس ان هو بيعمل بروتكشن برضه للاندوثيليوم، لكن هو ستيل اندر ترايل في الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد. بالرغم من كده ستيل المورتاليتي ريت از هاي في حالات الكاتاستروفيك انتي فوسفوليبيد، بتوصل ل 50%، لكن مع استخدام التريبل ثيرابي بدات الريسنت ريبورتس تقول ان هو بدا يقل الى 36%، لكن بيبقى هاير في حالات السيستميك لوبس لان هم طبعا بيبقى معاهم اذر كوموربيديتيز زي اللوبس نيفرايتس وغيره. طيب الجزء الاخير اللي هو الكلينيكال سيناريوز في حالات الانتي فوسفوليبيد سندروم اللي احنا ممكن نتعامل معها، بس هنعرف بعض الديفينيشنز اولا. لما نعمل الانتي فوسفوليبيد انتي بوديز ممكن نصنف العينه لهاي ريسك بيشنت ان هي بيبقى عندها هاي ريسك فور ثرومبوزس اند ريكورنس اوف ذس ثرومبوزس، اللي بيبقى عندها اللوبس انتي كواجولانت بوزيتيف وبرزيستنتلي بوزيتيف، يعني بعيدها تاني الاقيها بوزيتيف بعد 12 اسبوع، او عندها بوزيتيف لوبس انتي كواجولانت مع الانتي كارديولايبين او الانتي جلايكوبروتين بيتا 2، او الاقي 3 انتي بوديز بوزيتيف، فدي بسميها هاي ريسك بيشنت. اللو ريسك اللي هو عندها سنجل انتي بودي بس بعيدا عن اللوبس انتي كواجولانت، والانترميديت ريسك ان هو يبقى عندها الانتي كارديولايبين او الانتي بيتا 2 جلايكوبروتين بوزيتيف. طيب اول سيناريو اللي هو عيانه راحت لدكتور النساء سيكينج فور بريجننسي، وهو راح عمل لها سكريننج للانتي فوسفوليبيد انتي بوديز، طلعت هاي ريسك بروفايل زي ما احنا عرفناها، فبعتها لك بيقول لك هل العينه دي اديها حاجه ولا لا، والعينه ما عندهاش اي باست كلينيكال هيستوري للانتي فوسفوليبيد سندروم. فريكومندد في الحالات دي ان انا ادي لو دوز اسبرين بدوز من 75 ل 100 ملي جرام حتى لو العينه مش بريجننت، لان لقيوا في الار سي تيز ان هو بيقلل الفيرست ثرومبوتيك ايفنت.
بعد كده لما العينة دي تحمل برضو هقول لها تكمل على اللو دوز أسبرين أثناء البريجننسي. طيب عريانة لوبس 1-2 minutes يعني. طيب عيانة لوبس وانا عملت لها سكرينينج اثناء الدياجنوزس ولقيت ان هي عندها بوزيتيف برضو انتي فوسفوليبيد انتي بوديز، لكن ما فيش برضو اي بوست ميديكال هيستوري. لو هي عندها هاي ريسك بروفايل برضو بديها اللو دوز اسبرين، لو هي لو ريسك بروفايل فانا بشوف طبعا ويجينج الريسك بينيفيت ريشيو بخصوص الاسبرين انتي كواجوليشن. طيب عندها عيان عندها هيستوري للاوبستريك انتي فوسفوليبيد، حصل لها مثلا ريكورنت ابورشن قبل كده وجايه لك دلوقتي هي نوت بريجننت، فبرضه ريكومندد ان انا اديها اللو دوز اسبرين. طيب لو حصل لها بقى بريجننسي فبدي بقى معاها الثيرابيوتيك او البروفلاكتيك دوز من الهيبرين، يعني بتاخد اللي هو الكليكسان او اللو مولكولار ويت هيبرين مع اللو دوز اسبرين ثرو اوت البريجننسي. طيب العيانة دي للأسف حصل لها برضو ميسكارج وهي عيانة بقى مثابرة وجات لك تاني بتقول لك أنا بريجننت والمرة اللي فاتت أخدت الكليكسان والأسبرين وما نفعش معايا وخلاص جوزي ناوي يتجوز لو أنا الحمل ده ما كملش، فأنت هتبقى بقى معاها على الآخر هتديها الثيرابيوتيك دوز من الهيبرين، هتديها لو دوز أسبرين، هتديها هيدروكسي كلوروكين ولو دوز من الستيرويد برضو ثرو أوت البريجننسي. طيب يعني هو في باقي كلينيكال سيتويشنز بعد كده ممكن نتكلم عنها زي السيرو نيجاتيف مثلا انتي فوسفوليبيد، ان هي بتبقى عيانه جايه لك بالكلينيكال بريزنتيشنز بتاعه الانتي فوسفوليبيد لكن الانتي بوديز نيجاتيف، فلاقيوا ان في حاجه اسمها سيرو نيجاتيف انتي فوسفوليبيد طبعا افتر اكسكلوجن اوف اذر كوزز، لان في انتي بوديز ثانيه انفولفد في الانتي فوسفوليبيد سندروم. عيان ثاني انا ماشيه على الوارفارين والعيان واصل للتارجت من 2-3 وحصل له برضو ثرومبوزس اثناء الوارفارين ثيرابي، ساعتها ممكن ازود التارجت اي ان ار ل3-4 وادي له بريدج ثيرابي من اللو مولكولار ويت هيبرين، علشان الحالات دي ساعات بنقابلها كتير وما بنبقاش عارفين نتصرف معاها ازاي وممكن تبقى ريفيرد من الاوبستريشن او من الفاسكولار ديبارتمنت. اند ثانك يو على